العاصمة الإدارية الجديدة هي أمل لكل المصريين وصورة عظيمة لتاريخ مصر المعاصر. علشان كده لما حبينا نستثمر قلنا لازم نعمل مشروع يليق بمكانة العاصمة. وفعلا سنترال 33 يعتبر علامة من علامات الداون تاون الجمالية. الداون تاون هتكون من أهم المناطق التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومش هكون ببالغ لو قلت في مصر كلها. من خبرتنا في إنشاء المباني الإدارية والتجارية، الموقع هو أهم حاجة في الاختيار، وبالتالي لما اخترنا سنترال بوينت وسميناه سنترال 33. لما يكون الموقع بتاعنا على بعد دقيقتين أو ثلاثة مشي من البنك المركزي، من المراكز الرئيسية للبنوك الكبرى بتاعت مصر، من دار الأوبرا المصرية، من فندق الماسة، من مقر الحكومة، من مقر مجلس الشعب، يبقى ده موقع فعلا مميز. هيكون فيها كل الخدمات، من بنوك، من شركات، من محلات. وطبعا من أولوياتنا اللمسة الفنية والإبداعية، وده واضح جدا في التصميم. ده غير موقعه على السنترال بارك والووكينج سيتي وأضخم لاندسكيب في الداون تاون وكمان المحور الرئيسي. أنا بدعوكم كلكم تيجوا تستثمروا وتستمتعوا وتستفيدوا معانا في مبنى سنترال 33 في منطقة الداون تاون. سنترال 33 برج إداري وتجاري، فرصة لكل المصريين يبقى لهم مكان في العاصمة.